ازيك يا بنات، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان جاي ان شاء الله على خير. السلسله دي انا حبيت اعمل فيها المنتجات اللي تبقى رخيصه وحلوه وتبقى كده سلسله قصيره. طبعا في بنات كتير ما يعرفوش ان قلم ام ان الكحلي اللي كنت قايله لكم عليه قبل كده هو دلوقتي ب 40 جنيه، ده اخر سعر. يعني القلم دوت حلو قوي في حته ان هو، انا اللي يعرفني عارف ان انا بحب قوي ريميل سكاندل ايز، انا بموت فيه في سواده وفي ان هو قلم طري وناعم. لو لقينا بقى حاجه بديله كده للاستعمال اليومي وانت في البيت وما تهدريش في الحاجات الغاليه، فكان البديل بتاعي ام ان. ادي القلم ده الماتيك، هو خلاص بصوا ده اخر فتحه فيه، هو ده اللي انا كنت عارفاه وكنت بجيبه، ده السواد بتاعه، وكان بالنسبه لي حلو ان هو سواده معقول وثباته مش سيء خالص بصراحه، معقول برضه وما بيسحش، ما فيهوش حته السيحان دي. اكتشفت بقى ان هو فيه منه بس اللي بيتبري بالشكل ده، اسألوا عليه انتوا وانتوا بتشوفوا القلم، ما تجيبيش الماتك، هاتي اللي بيتبري. ليه بقى؟ لان سواده اكتر. عايزين نشوف كده السواد، حاسين ولا لا؟ بقى بصوا لما ده اتحط جنب ده، بصوا ده سواده عامل ازاي، والثبات برضو نفس الفكرة، ثباته حلو جدا بس سواده عجبني قوي، والقلم كده بيروح وبيجي بنعومية بصراحة، حاساه انعم كمان من التاني. نفس السعر ونفس البراند بس اللي بيتبرى احلى كتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم.